أن أحيي نجد إن شاء الله تعالى محاضرة فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو الحكيم العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين الحمد لله أيها الأخوة كلمة قلبت وحيا عنوان كيدو ونغنية أيضا أن أخرني أن تقول نفس يا حسرة نفي إن أنا قوم مين وبرك إلهي سبحانه وتعالى لقول أنته قيام ذلك عضه إن يتراه يا حسرة قوم مضيد عيلك هي قوم مضى هيسة على ما فرطت في جنب الله حيث قابصي وضيع علي وقتي دي أي ضيع علي الدنيا التي انتي جوكتي الله سبحانه وتعالى أو مفتي سي أي ضيع علي حدودي سي أي ضيع علي كلان كيسي يلا كلان كيسي هي بوهسي أي ضيع ويغافل كالنقطي الدنيا ذي انتهي جهدي أيها كقوم ما ينسى تاسى يا إلهي سبحانه وتعالى إنه بشكيني وكي انت أنا يدعين جانس كأيو فرصة إيو وقت الله يستو أي على سبحانه وتعالى نبوح لنا يا يرئي وين به إنا ينو كفى إيديس سيانا ينو قدعين قوم مضاس سيانا نوغو دعين شلاي تنكا وإنا برهتو وشلاي لاني يارو وضيال رقية دوما قفنا ملا ليريدو قفنا متقا ولذلك وحان سوق هذا الدونا آيضها قار أرماسك والرمية حديث النبي عليه الصلاة والسلام قار أرنكاس نوغو ورمي يسد حالة النقون يسو غير إذا كدب إيو قصوي أما شيكوين إنتي لا أركي أدونك ولو عبر قادنك قفكنا ونقون كرتا عبر إيا درس نندل يرا أو هنوسن أيامكو أركي dhulkan galbeedka marka waxaan ku yiri bal iga waran goorma ayaad hurdada ka kacday goorma ayaad gaflada ka baxday hadan yarada iska dhulkan isku hilmaantay baararka disco gabdhaha meelaha wareega وقت يسو كله راستغا تماها تدعالا حوية الوحاد عضي هبين أنه وغفلة ذا اسسكي قجرنا أني إني صاحب كي ديسكو غان أدني إلى وقت الضمبه هبين كي أيان كجر كدبنا
waan ka soo baxnay, gabdhaan isu soo raacnay, mid walba inan buu raacay saaxiibtiisa oo gurigeedii la aaday, ninkii saaxiibkay ahaa habeenkii ayaa gurigii ku guubtay isagiiyo gabadhiiba, isagoo meeshii saaran meeshaa ku jira xun ayuu ku dhintay. Habeenkaas ayaan baraarugay, waana ninkii saaxiibka ahaa isagoo dhahaya dabka dabka dabka, naarta 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 ayuu dhintay. Marka adigana ma sidaas baa kuu dambayn doonta. Markaas ayaan baraarugay qafladii iyo daboolkii indhaha iga saarnaa adduunyada dhalanteedkeeda, markaas ayuu indhahayga ka degay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay addoommaha dembiyada galay ee dembigoodu batay naxariista Ilaahay ha ka quusanin, naxariista Ilaahay ha ka quusanina, waxaa dhinac taal Ilaahay u noqdo u toobadka. Laa taqnatuu min raxmat illah, dadka qaar ayaa intaa ku ekaysta oo macsidooda iska wata, markaa tiraahdo dembigan iska dhaaf, wuxuu ku leeyahay naxariista Ilaahay lagama quusto. Waa sax, naxariista Ilaahay lagama quusto, laakiin waxaa dhinac taal amarka Ilaahay oo ah waaniibuu ilaa rabbikum laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dhunuuba jamiican inahu huwa alghafuuru raxiim waaniibuu ilaa rabbikum. Camal bay u baahantay, waa inaad ka tagtaa dembiga aad ku jirto, gaflada aad ku jirto, waa inaad ka baxdo oo aad ilaahay u noqoto. Waaniibuu ilaa rabbikum min qabli an yaatiyakum alcadaabu thuma laa tunsaruun watabicuu axsana maa unzila ilaykum. Towbadana waxaa xiga inaad raacdo ilaahay soo deji oo kitaabka iyo sunnada raasaasi isugu xidhan. Dembiga aad ku dhacday yuu kugu ridin rajo la-aan, iyo ilaahay kuu dembi dhaafi maaye dembigaaga iska wado, yuu kugu ridin. Dembi kastoo aad gasho wayxiduuna shirkiga ilaahay ugu dhaafaa, xataa kuwa gaalada ah ee gaaloobay buu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qul liladiina kafaruu, kuwa gaaladaha waxaad ku tiraahan in yantahuu, hadday gaalnimada ay ku jiraan ay ka baxaan, yukfar lahum maa qad salaf, wixii horay uga dhacay ilaahay waa u dhaafaya. Yukfar lahum maa qad salaf, laakiin waxaa ku xigta waa aniibuu ilaa rabbikum, rabbigiin u noqdaa oo u toobad keena inta aan cadaabtu idinku iman, inta aan cadaabtu idinku iman. Nin culimadii ka mid ahaa ayaa wuxuu ka sheekeeyey magaalo uu soo maray, dhallinyarada aada u dhegaystaan. Ninkaas wuxuu yidhi, waxaan soo maray meel tuulaha, waxaan ku arkay wax la yaab leh oo weligay aanan maqal meel kalena ku arag. Markay casarkii tahay, bacdal casarkii markay tahay, ayaa qubuur xabaalo ku dhow magaalada tuulada, xabaalo ku dhow qabri ka mid ah ayaa furmaya, qof baa ka soo baxaya. Madaxiisu waa sida madaxa dameerka, inta kalena waa bani aadam. Markaasuu wuxuu u dhawaaqayaa sidii dameeri ayuu u dhawaaqay, kadibna qabrigii buu ku noqon.
وأن يابو وحان إلي ورمحي تهي وحاك يابك له أو أنتم الذين نكوارك حير هذا قبر كان وحوها عند اللي يراه وحولها هويو داوي وحوها نين دنبي بضانو وحيالة بضانو معاصية سمي مركي هو يديس كترة روحان دنبي كان اسكدة معصيدا ماندو اسكدة مركي كترة هذا وحوديه جري اسكتر رجلي اسكهلا دميرها سيو دواق انو دواق سياسو كديج سيغن توبت كياني بوكولت هذا سيدو دنتي غلب والبا سلاس ايا قبر جيسا كمو قطبين سيدي دمير كينو صبحو أو سيد الدميره ودواقه كدبناه قبله ونقطة عقوبة الوالدين تا أو لا إسكدك تيرو لا قد دقا عضيقه أيوه إله سبحانه وتعالى عقوبة السود الدجية والدين تا أو لقد دقا عضيقه وهذا الكهافك اللقوع عليه أو هذا الحمى لو لاحظ أي عقوبة دونك أي آخرة أي قبرك وقصد ديته واجباتك إله سبحانه وتعالى قفك ضيعنا إسألنا سلاسو عذابك قبرك أبو متيستا قبرك أيانا الله وحبسا قبرك مركي لقليه أي قبر يقول لي هي كركيغا أديغو كبرى ياتكوس عنجرتي ما أنت على شيء إذا ياتكو حبي سانتا روكا كركيس أيين كوس عنا ريتا على شيء أي الله ينو حبي سيا مركا وحي نقونيسا أنا حبس لغاغا ارغويو الدنيا دا كبير كي غفلدي ايو موغان شيه ادونك ادكو جوكتي اما وحي نقطة روضة من رياض الجن نبي عليه الصلاة والسلام حويري ادونكو هدوية هاي ادون مؤمنة او ضائعه ونكسه وحا إلهي صدر أمرك النفط كبحيس ملائك جندا كتب أو نوريس ملائك تجندا يبن حريس وفدي أي إلهي صدر أو كوح ملائك مركا سيوحي صوفرستان ميل إشي سو أركي كرتو هي صوفرستان وحي وطن كفن جندا إيكا كينان حريرا halkaas ay soo fariistaan malaa'ikada mowtkii baa soo dega madaxii soo fariista wuxuu sugaa saacadii soo intee dhacayso waqtigii ilaahay uu xadiday intuu dhacayo laa yastaakhiruna saa'atan wala yastaqdimun waqtigii soo markuu dhaco ayuu wuxuu leeyahay naf yahay wanaagsan oo mu'minada ah oo ilaahay adeecday oo uduga badan ka soo bax jirka oo ilaahay raalinimadiisa u soo bax oo jannada u soo bax naftii buu si fudud oo sahlan uga qabtaa jirkiisa malaa'ikada mowtku markuu qaado ayaa malaa'igtaas kale kala wareegtaa naftii way kafantaa ku ridaan samaday la aada intay malaa'ig soo marayaan dhulka waxaa ka soo baxaya udug iyo caraf aad u wanaagsan markaasay malaa'igtu isweydiinaysaa naftan udugga badan waate oo aad wadaan kaasay waa hebel hebel
ما هي بلا يهبل ما يعيس وناك سنابي ويري كدبنا الصمد عيلة هذه مركي صمدك وادلتك و الباب أي إذن ويديستان وحال ليها يا وطن وحوضنا نفتي هبل هبل أما هبل يا هبل هذي نفتا مؤمنة داتها هي والله فريا البابك صمد قوات بلقينية ملايك تجوكته أيا سيسا قوتينيس صمد الله بعد ساسو كتري صدحات أفراد شناد لحاد تضوات تضوى وحكا ضمي إلهي لوكي أيو الله سبحانه وتعالى لي ما أدون كي هبل هبل أها نفتي سي أياد وطان إلهي كوك زنب ها هي أدون كي واحد كو قرطان بوغ الله يراهدو في عليين ليس كا كو قرطان ضدك إلهي رالي ذكية جنده كقري كقرى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون كتاب عليين كقر لينا كده من وفي الله سبحانه وتعالى كعلي دولك oo jirkiisa ku celiya halkaas laga soo saaraya يوم القيامة منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى دولكا لغا أبوري دولكا لو علنيا دولكا نكا سو ساري دونا بلي إله سبحانه وتعالى روح دي ويسو نقونيسا جركي ويقو بشارينيسا مركي حباشا لقيا قبري قال الله ديغو dadku duugta ku rido eega kala tagaan ayaa nafta lagu soo celinayaa la soo fariisanaya malaa'ikti baa u imanaysa waxaa la leeyahay su'aalaha la weydiinaya man rabbuka maa diinuka man nabiyuka aw maa taqulu fi hada arrajul aladi bucitha fiikum qofka mu'minka ilaahay baa sugaya ilan horay أيوه يقين إسلامك وحليه يا ربي ربي الله إلهي كان عابد جري وصبح يقلب عن السجود جري ويه ربي لي دينت يدوا إسلامك إسلام كان كو عمل فلي جري وصلاة دي سي صوك سي سكدي صدقة سي خير سي قرآن سي دينت سي قادة جري ويه إسلامك رسولك نبي محمد عليه الصلاة والسلام ويه وانا أقان أو سنة ديسان راعي وطريقي سيبان مري وصيرة دي سيبان برتي أو وطا دي سيبان راعي مركز سأل الله يا هاي ونغينينا درهم تشير يسو إلى تقانو ما شاء الله أدب وراحي سنية كل راحي سو انت صعد إلهي كاك كعيس قدمنا إلهي بالله اللي ملايك تسوح لي أدوك يقرون بوشاري وأنا لو قاعد نروح شيريو قبر عيسى هو واسعية جنة أبو بسو جوجل الباب جنة أبو غفرة هذول كي يروح القاعدة نكون نصت جنة هي الباب لو غفرة مركز سهل يا نعودة يا أدوكيد يا نعمة ذات قبر قال الله واسعية جنة حريرت لو بسو جوجلية وأنا أقسم بالله قلني halkaas oo qarir ayn ku saxnaya qiyaamadu waxay ka caysaa isagoo 5 daqiiqo 10 daqiiqo wax la mid ah aanay ka soo wareegan saacad baan asal ka ila magrib inta u dhaxayso kale ay kumayaal sano haddu meesha ku jiro ayay la noqonaysaa waxaan u imanaya qof wanaagsan oo qalbigiisu udugiisu baxayo oo wajigiisu nuurayo oo dharkiisu qurux badan yahay baa ugu imanayo soo salaamaya suya war meeshan nin igu yimaada oo kaa qurux badan oo kaa wanaagsan maanan arkine yaad ahayd may garanaysaa buli may taqaan kaasu leeya kuma garanayo laakiin wejigaa weji bishaaro wey
waji wanaagsan wey markaasuu leeyahay waxaan ahay camalkaagii wanaagsanaa camalkaagii saalix ahaa ayaan ah salaadaadii soonkaagi sadaqadaadi alla xuskaagi qur-aankaagi baarinimadaadi ya sabirkaagi ayaan ahay camalkaagii saalixa ahaa oo la ururiyey ayaan ahay maantana anaa kula joogaya kaana tegi maayo waa meeshuu nebigu calayhi salaam ka yimi qofku haddii qabriga la geeyo saddex baa raaca ehelkiisa maalkiisa iyo camalkiisa labaa soo noqda hal baa la joogaa labada soo noqonaya waa ehelkiisa iyo maalkiisa baabuur ama dad ama khadam ama wixii raacay ma soo noqonaya ehelkuna waa kasoo tegaya odagu wiilkiisa waa kasoo tegaya wiilku aabihiis waa kasoo tegaya ninku xaaskiisa waa kasoo tegaya waa laga soo tegaya ehelku waa kaasoo tegaya meeshaasaa lagaaga imanaya keligaa xabaashaasaa lagaaga imanaya cidina kula joogi mayso cidina kula fadhiisan mayso nin dhallinyar haddaa tahay imisaan dhallinyaro geynay qabriga nin oday haddaa tahay imisaan odayaal geynay qabriga maalin walban geynaa meeshooda uga soo tagnaa waxaan ka ognahayna malaha kuwii sanad ka hor dhintay waxba ka ogtihin ma taqaanaa waxay ku nool yihiin xaaladooda war ma ka haysaan riboot ma ka haysaan maxaad ka garanaysaan saaxiibadiini dhintay maxaad ka garanaysaan war ma ka haysaan ma isweydiiseen ilaahay subxaana wa tacaala noo sheegayo camal saalixa hadduu lahaa camalkaasaa la joog ama hadduu yahay addoon daalin ah gaal ah naafiq ah mujrim ah marka u horeysaba waxaa loo soo diraa malaa'igta cadaabta malaa'igta cadaabta loo soo diraa wafdi ka mid ah malaa'igta cadaabta ilaahay wuxuu leeyahy malaa'ig cadaabta ka shaqaysa malaa'ig jannada ka shaqaysa malaa'ig naxariis malaa'ig cadaab iyo ciqaab malaa'igtaas oo wejigooda iyo indhahooda dabku ka duulayo oo weji madow oo kafan naarta ay ka keeneen oo ureysa wata ayaa halkaas usoo fadhiisanaya meeshuu ka argagaxaya laakiin dadku ma garan karaan malakalmowtka imanaya madaxiisu soo fadhiisa naftii uu ka qaban markii waqtigiisu yima naf yahay xun naf yahay qarmuunka ah naf yahay ilaahay u caraysan yahay ka soo baxa jirkaaga markaasuu jirka ka qaban si xoog oo xanuun badan buu jirka uga soo dilaacinaya ilaa nafta jirkay kala gelaysa soo dilaacin ka qaban markuu ka qabto ayay malaa'igtaas ka qaadayaan cadaabta waxaa ka soo baxaya raayixa xun qarmuun baa ka soo baxaya ay khalqiga iyo malaa'igta cariga jooga uriyaan laakiin dadkuma urinayo markaasu ileeyihin war waa maxay naftan qarmuunka badan markaasaa waa hebel hebel magacyadiisu xumaa samaday la aadayaan waxaa leeyaa wadaan naftii hebel baan wadnaa samada looma furaya albaabka samada loo furi maayo ina aladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha laa tufataxu lahum abwaabu samaa laa tufataxu lahum abwaabu samaa ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المفترين إلهي سبحانه وتعالى في ليل باب الجنة صمد الله مفرح إله رتب وقلاء إربض الدلكين فهو حندعيد مستحيل رتب إنه قرأ إربض الدلال كذا يركع دلكين ما قليك iyaguna saasayan samada loogu furayan jannada aray u gelayn markaasay malaa'igtu sii soo tuuraysa waman yushrik billahi fakaanamaa khara min assamaa fatakhtafuhu ltayru aw tahwi bihi lriixu fii makaanin saxiiq
ruuxii kusoo noqonaysaa, naftii bay u laanaysaa, dhulkii iyo jirkiisii bay kusoo noqonaysaa. Qabriga marka loo wado way dul socotaa, war xaggee baad u wadaan, war xaggee baad geynaysaa, war xaggee baad ku wadaan ayay leedahay. Qabriga markii la dhigo ayaa nafta kusoo noqonaysa, malaa'igtii baa u imanaysa. War waa ya ilaaha man rabuka, waxaan ogahay malaha af kala qaada oo muxuuba ogaa ma rabbi buu xusuusan jiray adduunyada markuu joogay miyuu xusuusan jiray ilaahay soo qaafil maah haa haddana qaafil wey mar ma garanahay diintaada maxay tahay ma garanahay oo ma diin buu yaqiin ma diin buu warsan jiray ma diin buu baran jiray see hadda u garanaya ma garanahay ma garanaayo leh man nabiyuka nabigay ma garanahay laa adri dadku waxbay sheegayaan waxay sheegayeen baa sheegi jiray ayah madax xun baa laga garaacay waxa leeya weligaana waxbaadan ogeyn horena waxbaadan ogeyn haddana ma ogaanaysa qabriga lagu soo xiriirin ilaahay subxaana wa tacaala wuu la hadlay malaa'igta addoonkaygu been buu sheegay qabriga u soo xiriiriya naartana uga soo gogla albaabkana naarta uga fura saasaa loogu furay cariiri iyo gogol naaleed iyo dabayshi naarta ayaa halkaa uga furmaysa walciyaadu billaah waxaa u imanaya qof foolxun oo weji madow oo uraya baa u imanaya markaasuu leeyahay may taqaan suu leeyahay kuma garanayo laakiin wejigaagu weji khayr maaha weji bishaarana maaha asuu leeyahay camalkaagii umbaana camalkaagii xumaa ayaan ahay meel kale igama raadinaysa haa waa beenti waa xanti waa salaad ka tegidi waa zinadi waa ribadi waa qurunki wixii macaasi ahaa iyo dembiyo iyo camal xun u urursaday ayaa halkaa loo soo dhoobay oo meesha u yaala anaa kula joogaa yuu leh sidaas ayaa qiyaamihii iyo waqtiga ugu dhaaranayaa ilaa yowmi alqiyaama nebigu calayhi isalatu wasalaam xadiiskaas dheer wuxuu u wariyey asxaabtiisa iyadoo qabriga la joogo oo la dul taagan yahay qabrigu ma yaqaan kan waa waaye iyo waa dhalinyaro qof walba wuxuu ugu tegi wixii uu ku samaystay nin ayaa wuxuu ka sheekeeyey dakhtara wiil yar oo 17 jira 17 sano jira ayaa cusbitaalka laygu keenay dakhtara xabad baa si qalad ugu dhacday waa ku fakatay sikadiis marka aabihiis iyo hooyadiisaa wada emergensigaa la igu keenay wiilkii baanu qabanay waxbaanu isku daynay inaanu wadnihiisii iyo aanu maaragtay rixino iscaafaad u sameyno emergensigii iyo wixii ku rakibno laakiin wixii waxba ma tarin isaguna wuxuu nagu leeyahay yarku wuu soo jeedaa weli nafti baa ku jirta wuxuu leeyahay dhakhtaryo hays daalin anigu waa dhimanaya waana socdaa wallaahi baan ku dhaartay waa dhimanaya wallaahi baan ku dhaartay jannadii ayaa ii muuqata wallaahi baan ku dhaartay udugeedii ayaan helaya aabihiis iyo hooyadiisoo dhinac socda wuxuu ku leeyahay hooyo hays murjin ilaahay subxaanahu wa tacaala iisoo duceeyey idinkana allah idin dembi dhaafo aab iisoo duceeyey allah idin dembi dhaafo jannadii baan u jeedaa wiilkii isagoo sidaas u macasalaameeyey waalidkiis annaga saa noqulah dhinaca midigta u jeestay uu shahaatay naftiina way ka baxday yarkii waa la qaaday waa la kafnay salaadii duhur markaa ku tukanay masaajidka
ayaa waxaan arkay buu yidhi ninka dhakhtarka ay nimankii dhaqay labadii nooc cusbitaalka dadka dhaqa. Markaas aragnay waxay yidhaahdeen, doctor Hebelow, yarkii saaka ma garanaysaa cusbitaal ku dhintay? Haa, waanu dhaqnayo, waxaanu ku aragnay calaamada yaab. Haye, maxaad ku aragteen? Meesha waxay dhahen waxaa naga dhammaaday yacnii xanoodkii iyo udugii iyo catarkii la gelin jiray, zafaraankii wixii lagu dari jiray ayaa naga dhammaaday. Marka biyihii keliyaan ku dhaqnay, kadibna biyaha markaan ku shubno ayaan waxaan arkaynaa wiilkii udug iyo raaixa ka soo baxaysa jirkiisa. Biyaha markastoo aan ku shubno udug baa jirkiisa ka soo baxay. Wejigiisa waxaad moodaa inuu hurdo, waana nuuraya, waa iftiimaya. Waa yahay odagii iyo habartii baan weydiiyey. Odagii waxaan ku yidhi, wiilkaagan Ilaahay markaa u tacsiyey, bal iga war xaalkiisu muxuu ah. Wiilkayga waa 17 jir, hadduu 18-kii galay, ilaa maalintu hana qaaday 14 jir ahaa, 13 jir ahaa, guriga salaada isagaa u kiciya, masaajidka salaadu ma dhaafto, qur-aanka xalqada qur-aanka taxfiidka waa ninka ugu horeey, waa xaafid alqur-aan, waa baari iskoolkiisa isaga ugu horeey. Wiilkaygu ilaa iyo maalintu hana qaaday saasu ahaa, isagaa salaada fajar noo kicin jiray, ni jira hooy ka kacaa, abba ka kacaa, guriga ka kacaa, salaada tukada, fajarka hala tukado, salaatu leylka ayuu saa u tukan jiray. Wiilkaygu saasu ahaa xaalkiisu. Waxaan ku yiri, buu yiri, marka adigana Ilaahay kheyr ha kaaga jasay, isagana kheyr baan u rajaynaynaa, waayo wuxuu u eg yahay wiil dhallinyaro ah oo ku koray daacadii Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Shaabun nasha'a fii daacati illah. Laakiin midkaa cagsigiisa haddaan soo qaadanno sheeko kale, Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan kariimka wuxuu noogu sheegay, yuthabbitu allahu alladhina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira wayudilu llahu aldaalimiina wayafcalu llahu maa yasha. Ilaahay wuxuu sugaa oo kelimadda xaqa towxiidka ku sugaa dadka mu'miniinta ah ee ilaahay rumaysan, ee dhabta ee camalka saalixa la yimaada adduunka intay joogaan iyo aakhiraiyo geeridoodaba waxaa lagu sugaa kelimadda xaqa ah, ilaa ilaaha ila allah. Kuwa daalimiintana waa laga lumiyaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu doonu sameeyaa cidina wax ma weydiiso, cidda hanuuntana isagaa yaqaan, cidda luntayna isagaa yaqaan rabbi subxaanahu wa tacaala. Nin dhallinyaro ah oo gaarigiisa wata oo muusiiqa u daaran tahay oo disco u daaran yahay, jiggam jiggam baabuurku daaran oo wadada socda, yaa hal mar gaarigii taayarku baxay, taayarkaa baxay, gaarigii waa gadoomay. Laba jeer buu isrogay, shaagigii kor bay mareen, dadkii baa ku soo yaacay, jidka mareeyey, wiilkii bay meesha ka soo saareen. Nin dhallinyaraho 20 jira wey taqriiban ku dhow, gaariga weli bahalkii baa ka baxaya, diskoogii baa ka yeeraya, muusiqadii yarkii baan soo saarnay bay yidhaahdeen, banaankan keennay. Waxaan aragnay inuu sii ulxun yahay oo sii dhimana, nafi ku sii jirin. Waxaan dabaanay marka inaan shahaadadii u laqinno, niraahno maandhow shahaado,
قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ده محمد رسول الله. أنت إمرجنسي إسعاف سو قاري أمبلاس مركا ونقا عموس شبنا مرلوات ماكو علينا واحد واحد مر صدحات ماكو علينا واحد ونجو واحد مر أفراد ماكو علينا مركاس ومر أفراد كيروحوا يلي نعلى دينتي نكو يالا إداي إداي دينتي لنا مقرنا هي صلاة ديننا مقرنا سيدي وانا افتك قبع يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب إنهم كانوا في شك مريب نوحي لنن أضيه وكنت يحوغا لحنا ملاه سجري أيا استارك لك يعني ويلكي سوى دينا سعودة أولا بات انجري سريرتو دينا سعودة أضغن واسك كراتك استاركك يعني حلي يا مركي يركو أب شهادة أب قل لا إله إلا الله أب قل لا إله إلا الله أب قل لا إله إلا الله مركا أضبو أموسيح واشي مركا نكد أختارك أوحي وصولنا عستالي داوين كي وحيان سمينينا سمين حان أرغني إن حالة دي صعوته نبني عيسى أنا تاغنا يويل كينا ديني عيكالة تاليه يويل كوعل علينا يا وانا أويل يا أب قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله به من عربة مركا ورنكري واي مرشناتكي مرلحاتكي أيوحو يري ويري ويلكي انتو آغي ما عندو واحد شيري سوان قرانيا لكن عرف كيغا ويكو علوستها يبور بيكا علوستها مديه كلا هذا الكي كلاو هذي كلا لكن مركو دمع لا إله إلا الله ينجر هذا بيعرف كيو ينقاذك أبور أو كلا نغنى يعرف سيدي بقول انت سوانا شهادة بقول انت ولهو أيقو حلوستها ما ديه كرا أيو بقول انت كدبان ويديه ويلكي كانوا تعزيين صبر سيه يا وحاني المهندو ويلكا آباها محو حالك يسوها سوو قويني يا ووحوي آباهي وليني صلاة فجر ما توكل هدو توكل أنا مرمر قار كوت ظهر كي مركو سودو يا ورد ذاك صقع برقلي أيو تكنجر كل كل أنت كلا ما تكنجر إذا قف والبه ولا ليه كما تدين تدان سيدار أدبو هدى يشو أي القبر قوت فيس سيدار هدى تهي أي نتيجة هذا نقنس أدبو كلا الدور إله سبحانه وتعالى ذاتك حبياني حقا هي باطل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما شاكرا وإما كفورا إلهي سبحانه وتعالى وضد وكو عدي ضدكم أركا وامد شكري أو إلهي وضد سراعي أو طايعة إيوه ميد نفتي سظلمي
oo waqtigiisi iyo cimrigiisi ku baabi'iyey. Waxaana ugu daran nin odaya oo madax ifroobay oo haddana macaasi falah oo qaflo ku jira, kaasa ugu daran. Ninka dhalinyarada ah oo qaflada ku jira waxaa ka daran ninka odaga ah oo afartan dhaafay oo konton dhaafay oo qaflada ku jira, kaasa ka daran ilaahay agtiisa. Labada isku mid maa kana cadaab kulul, xanuun badan. Nebigu calayhi salaam wuxuu leeyahay, ilaahay wuu cudurdaar tiray qof uu cimrigiisa dib u dhigay ilaa uu 60 sano ka gaaray. Qofkaas cudurdaar male ilaahay agtiisa, wuu cudurdaar tiray rabbi subxaanahu wa tacaala. Waa la ajiray cimrigiisa dib baa loogu dhigay ilaa 60 uu ka gaaray. Dad baa 20 ku dhintay, dad baa 30 ku dhintay, cimri badan aan helin. Waa 60 qofku ilaahay gaarsiiyey. Hadda waqti dheer buu ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ku xusuusto. Timihii waa ciroobeen, jirkii waa isbedelay, aakhira inuu u socdo waa og yahay, maalin walba inuu qabriga ka ag dhowaanayo iyo aakhiro ayuu og yahay. Sidii caruurtiibuna ciyaar ku jira, sidii caruurtiibu qaflad ku jira, sidii caruurtiibu waqtigiisu lumaya. Yani xaqiiqatan waxaad arkaysaa marmarka qaarkood waxaad ka naxdo odadaad ka naxdo oo odayaala oo yacni soo gutay oo subaxii siduu u soo fariisto meelaha ciyaarta turubka lagu ciyaaro, lagu sheekeynayo, lagu doodayo, laysku maantana qabiil iyo qabyaalad laysku caynayo, hadaltiro iyo lahwi baatil ah laysku hayo, aroortii buu soo fariisanayaa, gabaldhacii buu ka baxayaa. Jamaaca ma tegin oo masaajid ma tegin oo juz ma akhrin oo ragcateyn ma tukan oo tasbiix iyo tadkiir ma qaadan. Saasaana gabaldhac ku dhacay. Waa naxdin weyn. Ilaahay subxaanahu wa tacaala 3 qof ayaanu rabbi subxaanahu watacaala wejigooda eegin. Maba eego alla subxaanahu watacaala, wuu ka xijaabtaa alla subxaana yowma alqiyaama. 3 laa yanduru llahu ilayh yowma alqiyaama walaa yuzakkiih, mana tahiroh alla subxaanahu watacaala, walahum cadaabun aliim, cadaab xanuun badanna way leeyihi. Waxaa ugu horeeya sheikhun zani, nin oday ah oo zinaysanaya. Maxaa quwata? Ma shahwad baa gubaysa? Haddii la yiraahdo cudurdaar, ninka dhalinyarada shahwad baa gubtay, isaga maxaa gubay? Waaba oday. Waqtigii wuxuu joogaa waqaarka iyo deganaanta iyo xasiloonida iyo xishoodka ilaahay ku xishoon lahaa. Saas darteed ba cuquubadiisu ka adag tahay kan kaleeto oo zinaysta oo dhalinyarada ah. Malikun kaadib, kaka labaadna waa minin boqora ama madaxa oo beenaala, kaasna ilaahay wajigiisa ma tuso. Sababtuna waxay tahay maxaa ku kalifay beenta? Say u fogtahay maxaa ku kalifay qofka beenta? Waxaa ku kalifay inuu cabsanayo. Waaba madax ninkan, waaba boqor, maxaa beenta ku kalifay? Yuu ka baqiya boqorto yaba ilaahaysi, madaxtinibaaba ilaahaysi. Marka sababtii uu been u sheegay amaba taalla meesha. Saas darteed baa cadaabkiisu kulul yahay, ilaahayna subxaanahu watacaala ka xijaabta. Waxaa la mid ah caa'ilun mustakbir, mid faqiir oo haddana kibir badan. Waa faqiir, waxba ma haysto, waa qaxooti, haddana waa kibri. Kaasna maxaa kibirka u keenay? Kii xoolihiisa iyo adduunyadiisa iyo ziinadiisa iyo wuxuu adduunyada ku haystaaba ay kibriyeen waaba la gartay. Adi maxaa kibirka u keenay? Faqiir miskiinahu madow afrikaanada
حاجاتك انت، كبر حاجاتك انت. فقير بابتها، مسكين، حايصتها. مركب الدنيا اخرى وساك. الدنيا اخرى وساك. كوالا ليال. نفتي دي ولا لهيبه وحن حصوصينيا. غفلت الدنيا انينا نسكو الله. سفر بين كجرنا الدنيا لنا سفر بين كنا. مرتنا واكنا. دارتي هي دقي لهين ماها. قريينينا ماها. ماها ماشي كنا كان لهين. ee waxa weeye meel aynu safar ku nahay transit baynu ku nahay maxaa dhacay saddex daarood ayaad ku jirtaa daar wa daarta kowaado hooyada uurkeedii wey marba uurkii hooyada 9 bilood ku jirtay wax kale aadan garanayn mugdiga yar halowsha mugdigaas yar baad ku jirtay ku daar ahayd daarta labaadna waa midan adduunyada daarta saddexaadna waa markaad qabriga lagu dhigo daartii aakhira ku bilaabatay daartii aakhira saddexdaa daarood baad maraysa marka saddexdaa daarood imtixaan baad ku maray mid walba waa imtixaankeeda nooc gooniya oo imtixaan bay leedahay kadibna waxaa lagu waari doonaa imaa janna oo imaa naar waxaa xadidaya oo taas tigidkeeda aad ku qaadanaysaana iyo kaarkeeda halkan weye waxaad ku samayso middan dhexe ayaa xadidaysa inaad noqoto imaa janna oo imaa naar taqullaha walatandur nafsu maa qadamat liqad yaa ayuha annaasu taquu rabbakum ina zalzalata saacati shayun cadiim yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat watadacu kullu dhaati xamlin xamlaha faamaa man thaqulat mawaaziinuh وازينتي الدنيا ذا موحو سمايستي هداي عصلاته فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه كي هل كان ميزان كيسو أن عمل سمايستانا وحبد يارسن هيا راد هوينا رقا هذا الدمر هاها دل يراها هذا أضي هاها فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية فأما من طغى وفكي الدنيا كان كبرة وآثر الحياة الدنيا الدنيا لنا يلا او حاشا او يلا او احضا فإن الجحيم هي المأوى ماشي او تجدنا وجحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لبدا سقيب وطبع الله كالقيف سنة ما قفك هل كان مركو جوبع عبصدا وإلهي كبقى حاران تكل احضا waqtigiis iyo cumrigiis taacada ilaahay ku camira kaas waxa weeye fa inna aljannata hiya almawa jannada ayay noqonaysaa hoygiisa iyo meesha uu ku dambeynayo labadaas unba ina hortaal waa inaanu kala doorano halkeenu ku kala dooranaynaana waa intan hadda caawa aynu nool nahay wey marka qof walbow hadda arba cimrigaaga saad ka yeeli lahayd goora dumanayso lama yaqaan ma caawa ma beriba masaadan ba lama yaqaan waqtigay noqon doonto daqiiqada inay ku hareen adduunkao dhan ayaa dhici karta cimrigaagiyo dhan bay in saacada ka dhiman yihiin adiguna aad isasiinayso cumri dheer baa dhici karta marka salaada ilaahay hala xifdiyo waajibaadkuna faray hala xifdiyo jamaacaadka ha lagu tukado masaajidda ha la camiro dikriga ilaahay subxaanahu watacaala ha la ilaaliyo waalidiinta baari ha loo noqdo qaraabada ha la xiriiriyo sadaqada wixii la haysto ha la sadaqaysto adduunyadana ha laga qaato jicsinka aakhirana ha loo shaqaysto labadaas way ama haddii aad ishilmaanto adigana waa lagu hilmaan nasal allaha tabaaraka watacaala yunfiqana iyaakum ilaa kulli khayr ilaahay subxaana watacaala qaflada qalbigeena ha ka saar allana subxaana watacaala kuwa xusuusta allah naga dhigo kuwa soo jeedo indhahoodu ay soo jeedaan allah naga dhigo rabbi subxaanahu watacaala ha naga dhigo annaga iyo duriyadeena waa muqiimi salaat allah naga dhigo kuwa salaada ooga allah naga dhigo ilaahay subxaanahu watacaala kuwa xusuusta ee xusa allah naga dhigo sala allahu cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى وكبر لنا وميزانك حسناتك أسار شيخ يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم نجنا ونجدق الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله تعالى وحمد العظيمين قيبتي سؤالها عن إذنك قبل أن قادني ضد سوق ريحدي إجران إن شاء الله تعالى وحمد عدسان لهين إن أي معركة كانان هديك المسر عليك سمحت الله هديك لنا إن شاء الله تعالى وحمد العظيمين وحمد العظيمين فيصل إن شاء الله تعالى والله وحقوا على السلام عقفوا لكم سؤال شيخ ويدين إن شاء الله تعالى إنه يستعي السعيد مصفى عنه ما قلنا إن شاء الله تساب من الأخير الحمد لله والله وحلية هاي أدارك يا هون جعلها هاي قدنتي هدي عن قرآن وآخريه أما صدقاء وبحيه مقاريسة جوابت وحوية قفك دينتي والله صدقين كرا وح أعمالنا وصالحة والله صدقين كرا وحاجرة أعمال والنبي عليه الصلاة والسلام شيغي إنا يقفك دينتي قاريس والله صدقين كرا إيوك وآنو شيغين نبي عليه الصلاة والسلام مارك كوا أو شيغي والاسكوا فقسيه هي علمو اني داريس ان شاء الله كو لكن نبي عليه الصلاه والسلام انو كهادلين او انو شيغين اسونا سمين تاسا لاسكو قفتي مركا صدقه نبي عليه الصلاه والسلام مو شيغي اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاري صدقه جاريه ويهلاليس ولد صالح ودعيه ويهلاليس حج عن أبيك واعتمر أباها كعمر يسوك حجي ويقاريس موجودة أما قراءة القرآن ما سؤالوني ما ده النبي عليه السلام قراءة وآخر يصور ما الصمين الصحابتي ما الصمين ساس دفت هذا هي قرآن يصور الله يسكو خلافي علماء القاروح يرادين هذه صدقة وقاريس هل قاسي هو قياس قاتل قرآن كنا هذه الله آخرية واحدة مالح الله يراهده سورة البقرة آخرية أجر كذا إله وحنوه بي أدركي وحنوه بي آباهي هذا إله وحيد لهن علوة قاركو الدمال لأنه قاركو الدمال وحيد إله دي عبادة وتوقيف وحي صوء أراري وحي نبي عليه السلام أما أوير أصغنا هذا كريا بلغو عبادة استه حق عبادة والله ملاقي أسقاطه وحكا له مركا تاساد نمودة إن حوق بلانته مركا وحي صوء أراري وصدقه إيو حجك إيو عمره إيو خيرات كاسو كالدوصة ننكرتا إن شاء الله تعالى والله أعلم جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء ان وحكو حكينا احمد دعالة ان شاء الله تعالى الحمد لله walaalku wuxuu leeyahay dhalinyarada badanaa baa waxa badan markii yar yar yihiin in malcaamada iyo masjidka iyo meelaha iyo ay tagayaan laakiin markii ay xogaa soo xogsadaan murqayaashaan ayay ka cararayaan dhowr iyo toban jir ay gaaraan 14 jir 15 jir wixii la naxariisto mooyee ayaa kuwa kale laga yaabaa inay ka tagaan marka maxaa laga dhigi karaa qurbahan jawaabtu waxa weeye horta asal ahaan haddii asalku waxa weeye qofku ilmaha tarbiyad wanaagsan oo dhameystiran inuu helo intii asbaabta ah ama hidaayada iyo hanuunka ilaahay baa leh waxaa jira qaar iyagoo tarbiyadii oo dhan u dhameystiran tahay waalidkii wanaagsan yahay dhulkii ay joogeen dhul muslimiin oo wanaagsan yahay iskoolladay dhigan jireen iskoolla islaama ay yihiin dad muslimiina masaajiddii iyo khayraadkii dhex yaallaan inayan haddana salaada fooda dhigin
baa dhici karta. Oo waxaad ku arkaysaa meesha adduunka ugu fadli badan waa Maka Almukarama. Kuwaan tukan baad ku arkaysaa badan, kuwaan masjidka xaramka weligood tegin baad ku arkaysaa, kuwaan soo xajin baad ku arkaysaa. Marka hanuunka Ilaahay baa haya ee dhulka iyo meesha qofku joogo keliya maaha, laakiin asbaabta la qaato bay ka mid tahay. Marka waxaan leeyahay kubahan, haddii waalidku dadaalo, kow oo intuu yar yahay ilmaha lagula dadaalo salaada iyo cibaadada, haddii lagula dadaalo xagga iskuulka oo loo raadiyo iskuul islaami iyo barasho islaami loo raadiyo, masaajidka waalidka iyo isaguba ay ku xirnaadaan, inta badan insha allahu tacaala inuu ilmahaasu sii jiro inuu jeclaado diinta ayaa ilaahay idinkiisa u badanta. Qofkuna waxaa saaran waajibka isagu sharciga ah inuu guto wey. Laakiin waxyaalaha dhibka keenaya meesha leakage-ku meeshuu ka jiro waxa weeye, sida kolley qurbaha aniga aan ku arkay, ama meesha ay maaragtay fuustadu ka daloosho, waxa weeye wiilka masaajidka waa la geynayaa intuu yar yahay, duqsiga iyo malcaamadana waa la geynayaa, laakiin wuxuu dhigtaa iskuul public ah uu subaxdii u jarmaado oo gabbaldhici ka yimaado. Maskaxdiisi intii u badnayd wixii malcaamadu ku shubaysay qur-aanka oo saacadda sabtiga iyo axad waxaa ka dhurta 8 ama 10 saacadood oo 5 maalmood ah, waa 50 saacadood ama 60 saacadood ama 48 saacadood oo isbuuci ah, ya iyo 6 saacadood ama 10 saacadood isma dhinac dhigmayaan, marka isma dheele dhirmayaan. Asbuuciba wuxuu tegayaa dugsi malcaamad 4 saacadood oo axad ah, 4 saacadood oo sabtiga ah, ama after school ah oo galabtii ah. Iskuul marka soo baxo isagoo maskaxdiisu daalan tahay, maantoo dhan iskuul ku jiray, maantoo dhan homework ku jiray, maantoo dhan science iyo maths iyo social science iyo music iyo isdaba orod ku jiray, ayuu 4 ama 5 galabnimo waxaa la oranayaa haddana malcaamadii weyi. Marka maskaxdiisu way xiran tahay, ma qaadi karto, way buuxdaa full wey, dhaladaas dib iyo lagu buuxiyo, ya iyadoo buuxda. Haddaan hadda biyo ku daro way ka daadanayaan mooyaane, ma gelayaan gudaha, isagana saasoo kale noqonayaa. Waa buuxa isagoo buuxa 5 galabnimo ayaa waxaa leeyahay. Marka qur-aanka lagu daro uu ka daadan qur-aankii, marka kuma nagaanay uu ka daadanay, marka halkaas baa leakage-ku ka jiraya. Marka uu yar yahay, marka kaama tunkiisu weli ma weynaan oo gacantaad ku haysa, 7 jir 8 jir 9 jir weli waa la xukumi karaa, adiga iyo islaanta waa xukumi karta. 14 maalintu gaaro murqas mayso banaanku u boodayaa. Marka daa ilaahay subxaana wa tacaala. Marka waxaan leeyahay iskuulku waxyaalaha ugu weyn oo ay ka imanayso dhibaatadaas weye, haddaan loo helin islaamic iskuul ama aan dadaal badan oo dheeraad ah waalidiintu bixin, sida qaalibkaana waalidiinta Soomaaliyeed in badan oo ka mid ihi maba oga iskuulka waxa ka socda, iyo cunugan iyo iskuulka haddii laga daba tegi lahaa, xataa iskuulkan publica war laga hayn lahaa waxbay ahaan lahaa, waalidku iskuulkii raaci lahaa, ka warhayn lahaa, cunugan meeshuu maraya ka tegi lahaa, bil walba iskuulka tegi lahaa, registerkiisa soo fiirin lahaa, macalimiintiisa la kulmi lahaa, isaga la socon lahaa, habeenkii markuu yimaado homeworkiisa iyo iskuulkiisa iyo wixiisa ka warhayn lahaa, la socon lahaa, saaxiibadiisa ogaan lahaa. Haddii waalidkii dhinacaas xataa u buuxinay, waxaa laga yaabaa wuxuun gaabku inuu yaraan lahaa, laakiin ihtimaamkii waalidka waa yaray. Cunugii iskool publica oo lagu hilmaamay buu dhigta, waqtigii malcaamadu waa yaryahay, dhul fiisna wuu joogaa. Waxaasoo dhan environment-igii waa kaa agaynaystii wey, adigu kaasoo horjeeda. Marka taasay ku imanaysaa waan leeyahay cudurka walaalku sheegayo. Haddii arrimahaas la kabi karo, hadda waxbaa kabmaya insha allahu tacaala. Ilaahay na waafajiyo khayrka. Jazaka allahu khayran wa baraka allahu fiik sheekh.
سؤال واحد جرت سؤاش كحكتة لكن قفكي سؤاش قفكي أوهر يا هذا ما ركتي معها وح أوهر يا عبد الحكيم يا محمود عمي مركع ولا الكوفة ما دام سؤاش ما ركتي كوسا بسنتهاي إن ليدين كوهر رسي هذا أو قلاتنا ليدين كوهر رسي ليا دي كان ليدين كان يكسو ورجينا يسام كنا قلنا شاء الله إيشا طبعا بسم هل إذا أريد أن تفرج من يرده وحلا أوضح مركي وقتها سو جاران وفي حلقة هذا من كل بعض نمونا لنا هلا سواء شيء سلايدي ولكن أضيعش مصير شوي سبب ترى أضيعش يوم مركي كنت من كاودو هذا بيجنا طول مدرسة وأنا جي ولكن بالأقصى مركي بيجنا سمحة حلوة و ليسو قدنا يا ليسو طورا يا ماشي هرده واحد ربنا نجا وحوي قضي يدلي يربا هنا يصلحان وضد دينتو دي يدغن كودي يو آخر دودي لعشان أي نقضاء وانا كهذا النجوم حاضر ده إني بكتشرتي قضي عشا خاصة هنا هاد مارة مركي عمره وحالي نقول دو أفرتن سنو قارو صحابي أفرتن هدو قارو آخر وجيسنج آخر وجويج وجدة صار يعني أبض نانجرتي وأنا سيد الله الله في ليه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير إن قفك ويني ودوا يهي حق آخر هذا سيد طبيعي آه لكن دلني رؤي أضيال بوالا جربا لك عبسيه أضياشنا ولا جربا أنا يردنا ولا جربا إلا إسكال مستنا ولو الواجب كذا فصوا بحذو والدينتنا لأن يرضى إنت عن الرميسان هذا بكاه اللي يهي إني قيب يقول لي يهي بمتان كاع عرفت كاليقود إسكمالها بأذى إيو ماشي إيو كجران إيو ظروف تيادنا ويلا ذاهي مركا إلهي هلقا وضا بقوة قفل بواجب كيسا فصوا بحن إن شاء الله تعالى نعم والله جزاك الله خيرا شيخ سؤاشا وحا كحيقا عبد الحكيم كار شهر مصحيو كار شو سوري بابا بكتكون هيان أرامو صحي أصابه صوصي كار شيخ سكار شوي كاي واحد الله يقان شراباتك الله مصحيو أو اللي قلتك أيوه ما نصحي إساء أما كورنا شراباتك والله مصحي كرا شرطيك وحوي إني طاهري هين طاهر من اللي قوله بستي طاهر اللي قوله بستي يقول طاهر يهين هدي انتا سوي دعضو قوفك مقيم كاهي مقالده كنك وحو مسيحي كراء وحي ويساهن جنباه مالين يهبين افريل واتصع قوفك كمسافر كاهنا صدح بيني صدح هذا معلومات ايان لو اقول ايه انا نسكب يحين مركو ويساي سنيو الا من جنابه دي جنابه جرت مركو ينقو بيستو لكن وحين جنباهين وحويه ومسيح كرا كربونا كما صحية شرابات هدي فدوديهين يا هدي علوسيهين واسكمت جوربين جورب كلا يوحي عكت الله قدوبه أيالا يرى هذا والله أعلم هدي ثق بليه هدي دلول ليهين هدي دين تو إله سبحانه وتعالى نوفد ديهي نما أوران نبي عيسى سان قوة ضلال كلاي وحاسيس كدير وتكلف هذين النبوس قوات كين نوع النبوات كانس مرك الله نما أوران إن القديم يهين إن الدوق يهين إن المعركة الضلال لا يهين وحصل فوق هذا قار قط بايس كات كي لكن وحديث كوي من ما مرك هذي ضلال شن تهاي يا هذي فضود تهاي وخفيف تهاي يا هذي الدوق تهاي كل واسكم إن شاء الله تعالى والله أعلم جزاك الله خيرا شيخ وحا كحيقا محمد عمي بسم الله يا شيخ محمد يقول أود أن أسكى محال بسم الله يقوليها مركة إيمان قوة ضعيفة وأنا قوي سكى سيدة إيمان كبس كرما ودو قوين ترى دون مثلا قف إيمان تستبع الفور وقلع سيدة ودو كبعين كرا إيمان الحمد لله ولكن وحيري سيدا لغو
xoojin karaa oo lagu ziyaadin karaa oo lagu cusboonaysiin karaa iimaanka, maadaama iimaanku daciifay, marna xoogsado marna daciifa. Waa sax, iimaanku waana daciifa waana xoogsada, tabar yaraada waana xoogsada. Oo qur-aan kariimka ah ayay ku taalla in ilaahay subxaana watacaala iimaanka uu ziyaadiyo oo dadka muminiinta iimaankoodu taacada ilaahay ku ziyaado. Marka taacada iyo alla u dhowaanshaha ayuu ku ziyaada, macaasida iyo waxyaalaha dembiyada buuna ku daciifa oo ku tabar yaraada. Taas waa asalka. Marka waxyaalaha uu ku xoogsado waxaa ka mid ah oo kow ka ah yani alla subxaanahu watacaala xuskiisa, dikriga ilaahay subxaanahu watacaala. Alla subxana wa tacala, ya ayuha aladiina aamanuu dhkuruu llaha dhikran kathiiran wasabbixuuhu bukratan wa asiila. ilaahay subxana wa tacala subax iyo galabba xus, wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan waduuna aljahri min alqowli bilguduwi waalasaal walaa takun min alghaafiliin. Subax iyo galab ilaahay xus, xuska ilaahay subxaana allah alxamdu lilah, istikfaarta, saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam, waxaasoona adkaarta iyo xuska ilaahay waana wax fudud. Carabkana had iyo jeer inuu kuu saarnaado ay tahay taas horta waa ku ziyaadaa iimaanku. Wuxuu ku ziyaadaa iimaanku cibaadaadka iyo faraa'ida ilaahay oo la guto oo si wanaagsan loo guto, oo salaadaha oo waqtigooda iyo jamaacadooda lagu guto, sidau ilaahay subxana wa tacaala in allaha kataba calaykum khamsa salawaati fi lyowmi waalleyl. Waxay la mid tahay qof yacni hortiisa uu ku yaallo webi, siduu nebiga calayhi isalatu wasalaam, oo shan jeer maalintii ku qubaysta, qofkaa dembi ma ku harayaaba maya, dee qofku saasuu la mid yahay. Marka salaadihii inuu khushuuceedii iyo dahaaradeedii iyo weysadeedii iyo arkaanteedii iyo intuu barto u dhammaystiro oo ku necmaysto ku raaxaysto ayaa waxyaalaha ziyaadiya bay ka mid tahay. waxaa ziyaadiya qur-aanka iyo akhrintiisa. idaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan wacalaa rabbihim yatawakkaluun. qur-aanka marka akhrintiisa iyo tadaburkiisa iyo ku fakaridiisa waxay ziyaadisaa yani iimaanka ayay ziyaadisaa. waxaa ziyaadiya ducada ilaahay baryadiisa oo la baryo alle subxaana watacaala habeenkii iyo maalintii salaadaha kadib ilaahay subxaana watacaala ducada la badiyo iyaduna way ziyaadisaa. waxaa ziyaadiya cilmiga iyo barashadiisa iyo xalqadaha cilmiga meelaha khayrka iyo cilmiga lagu hayo qofku inuu ku dadaalo oo xaadiro duruusta xadaraadka khayraadka way ziyaadisaa. waxaa ziyaadiya taacada oo dhanoo sida sadaqada iyo camalka saalixi iyo ixsaanka iyo wanaagga dadka loo sameeyo, masaakiinta, fuqarada, dadka lamid ah, khayraadkaasoo dhan oo la sameeyo, wixii khayr ahoo dhan isku soo duduub, way ziyaadisaa iimaanka. waxaa daciifiya oo burburiya oo baabi'iya macaasida, aflada, salaadoo la dayaco, qalbiga waxa lagu khatima, jumcadii oo aanu qofku tukan qalbigiisa waa la alxamaa, salaadihii jamaacada hadduu ka daaho ama uu ka gaabiyo oo keligiis iska tukado waxay ku keenaysaa iimaan daciif, qalbigiisa hoos bay u ridaysaa. qur-aankii hadduu hajriyo oo aanu khatimin calalaqal bishii hal mar adaanu khatimin ama asbuuci aanu khatimin, qalbigiisi waa qalalaya, iimaankiisi waa daciifaya, hoos buu dhacaya. cilmigii iyo muxaadaraadkii iyo duruustii haddaan xadirin, cilmigii hoos buu dhacaya iimaankiisu. haddii xanti la yimaado, haddii uu beenta wax ka shego, hadalka badan oo aan dikriga ilaahay lahayn, iimaankii wuu daciifinaya. innaga markaa waxyaalahaasoo dhan waxaa laga yaa inay ugu badan yihiin khaasatan hadalka badan, lagwiga ilaahay aad bu uga digay. waladiina hum cani llagwi mucriduun, mu'miniinta astaamahooda ugu waaweyn bay ka mid tahay. haddana waxaa loola baxay fadhi ku dirir iyo sheeko iyo maxaan kuu sheegaa maanta oo dhan lagu sheekeeyo wax aan qofka tururug ahoon shaqo ugu jirin oo aanu maslaxa adduunya mid aakhira midna ka keeni karin ayaa waqtigu ka dhumaya. waxaa laga saacad iyo labo iyo saddex intuu akhrin lahaa afar jus shan jus inuu dhiganta ayuu wuxuu ku jiraa sheeko aan halbacaad lagu lisay ah oo meeshaa miiska looga kacayo waxba haba yaraatay camala
حتى كان لازمي معي وحمله حتى كان لازمي معي مركا أرماها صدمة وأرماها ضعيفية مركا وحي زيادة يقفكم مؤمن كائن كده داله أي إيمانك وكل زيادة يا إن شاء الله تعالى والله جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وحك وحي مهدي وأنا قوي شري ونيجي بلنق هذا إن عن سؤال أي كل ما نتشخ مركا سؤال شيء دي شري أمبر مد إيسر عليه سؤال شنو وحي تحي شري الشيخ سؤال شيء وكبر عن ودي وحي هيد نكي أضيق أها مع به سقو مارك تيو حلي مركا شني تمنشر أها أضيقو كلا مركا أها إن وحن لها حريري حاسبنا مركا الشيخ سيفي عم بوغو جوابي وحن بيلا حديد أدنو أدربتين عن نقضو سيدا دي وعين الميشا دي جوغو ميشا دي بجوغتي سؤال شيء دالله بعد مركا وحي تحي إن شيخو ملاقي يابا إن يعني مسؤولية العام تهيسا دالين يرادا أما مسؤولية درادا هيسا أما إن أنا يجو مسؤولية قاضي كرنا معنى قاضي إن إن والد كوكية هي إن والد كوكية هي قيد وهي ولد أنا يراه أو أما سديدي طبعاً سجالي طبعاً لبعتين شرا كوري أبي يويدي شوقة أنت الله كرنا يو سرت الله جوجل يو ترك الله في رأينا يو إن قف كاس سيدو مسؤول كنا قلنا يا أصلاً بدأنا إن أسرت سيدو جوجل كرنا أما عن جوجل إن أو هو يدي يوم عنك تي يأذيك أي عاونة يعني سيدو قف كاس مسؤول مكان مكان ملاقيه وين والدك وكقيب قاطي المسؤولية ده هذا أما قاب كأيهين أن لم يردن فضش الحمد لله لا شك مسؤولية ده هذا هدي يعني اللي أنت عن كوكريسا قربها إذا كليجود لما صاري كرو ما لما صاري كرو عقلي هان يشرع هان طال وأنا شغني والدك قيبه كقاضنية وحنا حاجة تربية ضعيفة كقاضنية. بالمثال يعني هذا سوقته قولك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحير ويل كاجة تضوا وحير عياسي تضوانا تربية وحبر تضوانا لصاحب يا هاي مساف كويلات صوا ها كلا قيبي يا مارك تطبعات هو الرئيسة وأقول سنة كواد إلى سنة كتطبعات الميروي العيار هاي عيارتا مارت كل كورين تي وادي تي أطوري تي ويكو بدن تي بيو بدن تي تطبعنا تربية ويدبي ووقت جا يعني هو هذا كريتيكال كه أو تينيج كه ونقوليه ولا قصو بلابو يعني تدوسنه دسنه إلى عشان يتونسون كار أفريقته مرجع وقتها هو هذا وقت الرسول الله دينه برتو عبادة برتو قرآن كي برتو وحي ونكسنا برتو وحي حما برتو كل حظه تربي لا تربيه لا لصعده لا شرحه ووقتها شو عايش سبلاه وحاسم حيه وحاسبهم كوبيين يا ما إنه قافل كيا تدوسنا مرة دوجارو وقرنا يا محاكس على ماشة قريه محاكس على هورد قول كشيف محاكس على قول كلام محاكس على هورها محيه سيد الله عظيم محل الشيعية محاك وحاسبهم فهم مركو حل رواه وقت التربية أفرج تمنه دوجارو